زي ما تفضل مهندس عمر، تكلمنا في السيشن 1 وسيشن 2 عن الكومن داتا انفايرمنت، وكانت عندنا ورك شوب شفنا فيها يعني اخذنا فيها امثله حيه عن الكومن داتا انفايرمنت، وكان بين البلاتفورمز اللي اخترناه عشان يكون موضوع الورك شوب او الويبينارز هو تريمبل كونكت. هنشوف شو حنتكلم اليوم ان شاء الله، بس على السريع شو اجندتنا لهذا اليوم، لانه اخر مره صراحه ما كفاناش الوقت يعني، وفي ما زال كلام كثير عن موضوع التريمبل كونكت او الكومن داتا انفايرمنت بصفه عامه، او كامل البلاتفورمز اللي هي تخص السي ديز سي دي عفوا. تكلمنا اخر مره عن الكونكت فور براوزر او براوزر، تكلمنا في كونكت فور ويندوز ديسكتوب، تكلمنا عن الكونكت سينك، بقينا اليوم ان شاء الله راح نتكلم على الكونكت براوزر تو دي فيور، وراح نتكلم على الكونكت فور موبايل، وراح نتكلم ان شاء الله على الورك فلو اكستنشنز، ونتكلم على ريفيت ادين اند ريفيت سبورت، واخر مره كذلك تكلمنا على الكونكت ادمين داشبورد. طيب خلينا نروح بس على السريع، حنتكلم اليوم ان شاء الله تكون بدايتنا في موضوع داتا شيرينج، لانه كان سؤال اخر مره في السيشن 2، كان الاخ على ما اظن مهندس محمد جمال مانيش تذكرت، سال عن تشير او هاو وي كان شير فايلز وذ اول ذا تيم ممبرز، وراح نتكلم عليها ان شاء الله باسهاب في الداتا شيرينج. راح نتكلم على اليوزر اكتيفيتي تراكينج، راح نشوف شيء رائع جدا اللي هو ما يسمى بالستاتوس شيرينج، ونحتاجه في السايت inspection for quality control and during the construction phase. هذه أمثلة عن status sharing. كذلك راح نتكلم عن Trimble Connect workflow extensions اللي هي property set، وهذه بصراحة رائعة جدا، راح نشوفه مثال حي كيف نعمل property set، وين حيمشي معك مشروع كامل، وعلى حسب أكيد على حسب البروجكت تايب. أكيد Trimble Connect it's يعني فعلا غيرت decision making، وصار it's open collaboration زي ما قلنا، tool that connects the right people to the right data at the right time. صارت الأمور سهلة وبسيطة وغير معقدة فيما يخص data sharing والcommunication. كذلك راح نتكلم إن شاء الله نشوف مثال حي عن الميكس رياليتي اللي حكينا عليها آخر مرة، قلنا إنه في الماركت واللي معروف انه في ما يسمى بالاي ار ما يسمى بالفي ار، وTrimble Connect عندهم ديفايس اللي يسمى هولو لانس اللي شايفينه على اليمين، وهو يمشي بسيستم الميكس رياليتي which is very powerful tool which is يعني احتاطي قفزه نوعيه للاي اي سي اندستري في المستقبل. الهولو لانس هو يعني نقدر نقول انه ديفايس من مايكروسوفت، مطور من مايكروسوفت، مملوك من شركة مايكروسوفت. أول فيرجن أو أول ديفايس كان في 2015، وثاني ديفايس اللي هو هولو لانس 2 كان في 2019. زي ما شايفين شكله أنه مخصص للناس اللي تشتغل في السايت، أكيد بمجرد ما شفنا الهلمت هو for the safety purpose. ثاني شيء أنه زي ما شايفين عفوا الجلاسز او اللانس اللي موجودين هم مشان نشوف المشروع كميكس رياليتي ما بين الواقع وال 3 دي موديل اللي يتحمل اوتوماتيكلي في السيستم او في السوفت وير. استعمالات الهولو لانس كثير يعني كثيره ومتعدده يعني، ونقدر نستعملها حتى في ابتداء من الديزاين الى الفابريكيشن، السب كونتراكترز يقدر يستعملوها الى حتى المينتننس والاس بيلت دروينجز او الاس بيلت موديل. الميكس رياليتي او الهولو لانز عندها سوفت وير خاص وعندها سعر خاص بها، وعلى سبيل المثال حضرت لكم هذا الفيديو هذا هو فور اكزيستينج سايت اللي هو عندنا في تريمبل كونكت، اخذنا الريفت موديل ونزلناه كاي اف سي في الهولو لانز مباشره، وعملنا مطابقه للريفت موديل على الواقع باستعمال الهولو لانز ديفايس. انتم زي ما حتشوفوا في الفيديو حاليا
كنا لابسين الهولو لانز هيلمت خلينا نقول او ديفايس، وفي نفس الوقت عاملين ريكوردينج للفيديو. وراح تشوفوا بس مثال على السريع. هذه ابواب موجوده في الريفيت، يعني ريفيت سوفت وير. يعني هذا المثال حضرناه يعني عفوا على السريع عشان بس تكون عندكم فكرة أوسع عن موضوع الهولولاند زي ما شايفين على سبيل المثال في هذه في هذا الشات، إنه هذا الكولوم موجود اوريدي من الموديل وهذا الاكزيستنج، وطابقنا الريفيت موديل على الواقع. وزي ما شايفين يعني ككواليتي كنترول يعني شيء بصراحة رائع وفيري باورفول. يعني تقدر تقارن او تعمل كواليتي كنترول على الشيء المنفذ وعلى الشيء وتشيز موديلد، يعني حتكون كوردينيشن عالية جدا ما بين الموديلينج تيم والكونستراكشن تيم. هذا فقط مثال بسيط عن الهولولانس. زي ما شايفين يعني لما ترفع يدك يعني راح تشوف الداشبورد البسيط هذا، وتتحكم في كامل، تكون عندك فول داتا اباوت ذا بروجكت. تقدر ترسل ريبورتس، تقدر ترسل تو دو، تقدر ترسل سكرين شوتس للديزاين تيم اللي موجودين في المكتب عن طريق التريمبل كونكت. تمام، بصراحة تول وديفايس رائع جدا زي ما شايفين. اوكي، راح يكون مربوط اوتوماتيكلي ب تريمبل كونكت بلاتفورم، بس هذا الهولولانز عنده بلاتفورم خاص به. طيب خلينا نروح بس التريمبل كونكت بلاتفورم. اول نقطه راح نحكي عليها ان شاء الله اللي هي الداتا شيرينج، وهذا من الاشياء المهمه جدا في الكومن داتا انفايرمنت، خصوصا في مرحله تشهير او ارسال المعلومات او اي معلومات او دوكيمنتس خاصه بالمشروع. غالبا نحن واحنا عارفين في البروجكت مانجمنت، وهذه نقطه ايضا لازم تتحط في الباب اللي هو البيلدينج اكزيكيوشن بلان، بيم اكزيكيوشن بلان، احنا عارفين ما يسمى بالراسي او نعم الراسي ماتريكس او ما يسمى بالتريسيبيليتي ماتريكس، اني يعني راح يكون فيها واحد ريسبونسبل اكاونتبل كونسلتنت اند انفورمد. انت في الباب في مرحله الانفورميشن او في مرحله التحضير لمشروع مشروعك اللي هو راح يكون اندر ذا بيم تكنولوجي، لازم تعمل حسابك انك حتحضر شيء ما يسمى بالتريسيبيليتي ماتريكس. And during the IDM تحضير الـ IDM راح يكون في واحد أو في حيكونوا stakeholders which is responsible، واحد راح يكون accountable، واحد consultant and informed. بنفس الشيء اللي حتحطه في الباب راح تطبقه في أرض الواقع، لأنه الباب تعتبر الباب يعتبر من الوثائق اللي لازم نلتزم بها during the project، سواء construction or design or modeling phase. أعطيكم مثال بسيط عن داتا شيرينج. خلينا نفتح المشروع اللي هو شايفينه مع بعض، اللي هو مشروع المزرعة. على فكرة هذا المشروع اللي كنا نشوف فيه من شوية عن طريق الهولولانز اللي سوينا فيه الكواليتي كنترول باستعمال الهولولانز. فرضا خلينا نروح البيم كونتنت، أو خلينا نروح نختار أي دوكيمنت يعني بالنسبة للستاندردز اند بروتوكول. خلينا نروح للبروتوكول على سبيل المثال. فرضا انت في انت لازم تعرف اول شيء انه المشروع راح يتكون من تيم، او حيتكون من العديد من الممبرز، سواء كان الكونسلتنت، سواء كان من الكونستراكشن، سواء كان من سبلايرز، من السب كونسلتنتس، سب كونتراكتر، اتسترا اتسترا، حتى توصل الى خلينا نقول توب مانجمنت عفوا. توزيعك للمعلومات وارسالك للمعلومات راح يكون based on plan based on IDM، وين نفس كل مش في متسوين في مرحله استقبال
او في جزئيه استقبال الدوكيومنتس او النيسيسري انفورميشن اباوت ذا بروجكت. فرضا نعتبر هذا الدوكيومنت نعتبره مثلا 2 دي drawings، او خلينا نروح نشوف 2 دي drawings احسن. راح نروح للشيرد architectural model 2 دي بي دي اف. اوكي، فرضا هذا 2 دي بي دي اف drawings بي دي اف اكستنشن، عفوا 2 دي drawings. بمجرد ما تعمل كليك على الدوكيمنت او الدروينجز او الشغله اللي حاب تعملها شير مع البروجكت ستيك هولدرز او حتى الكومباني تيم او كومباني ممبرز، بمجرد ما تعمل تشيك حتطلع لك على اليمين حاجه اللي هي انا نعتبرها من الاشياء المهمه جدا، سواء من ناحيه الفايل انفورميشن او الفايل خلينا نقول operation. بمجرد ما تعمل check خلينا نشوف، راح نشوف حاجة اسمها أو small icon اللي تعبر عن team أو مش عارف كيف تسموها، يعني تسمى share. الشير هو mainly يتكون من ثلاثة أشياء. share يتكون من ثلاثة أنواع. طيب الـ Trimble Connect، Trimble Connect عفوا يتكون من 3 operation different share data operation. أول واحد يقول لك share with specific members of the project، يعني you're gonna share أو راح تشير الفايل هذا مع واحد من team أو project team member، سواء إذا قلنا نحن أنه the architectural team ممكن راح تشيره مع structural team أو MEP team أو على حسب توزيعك أو حسب الorganization structure اللي عندك في المشروع. بمجرد ما تعمل check وتعمل share يعطيك الoption انك you share this file with specific members of the project. طيب second option اللي هي you share with signed in users with the link، يعني اي واحد عنده حساب في Trimble Connect، وهذه تشمل الناس اللي involved في المشروع والناس اللي شغالين في نفس الشركة أو في نفس الorganization اللي معك، وشامل الناس اللي هم suppliers, subcontractors, main contractor خلينا نقول، مع أني نعتبر main contractor من الناس إذا مشينا بالIPD integrated project delivery حيكون أنا نعتبره واحد من project members. على كل حال signed in users with the link يكون عندهم حساب Trimble Connect سواء external أو حتى internal internal stakeholders. طيب الاوبشن 3 هو in users with the link، يعني الاوبشن 3 مش ضروري يكون عندك حساب في Trimble Connect، يعني تقدر تشير الدوكيمنت هذا خلينا ما نقول مع واحد supplier يعني حيشتغل معك temporary لمدة أسبوع أسبوعين مثلا، مش ضروري يعني حيفتح حساب ومش ضروري يدخله في التيم وتعمل له access معين وكذا، لا تبعث له فقط اللينك او تبعث له الدوكيمنت اللي هو حيكون على شكل لينك، ويقدر يستعمل اللينك حتى تاخذ من عنده كانبوت مشان تاخذ من عنده انت الاوتبوت اللي تحتاجه في المشروع. طيب بمجرد ما تختار عفوا الاوبشن 1 يعطيك specific members of the project. You can choose يقول لك please enter users or groups. على سبيل المثال اذا قلنا بلال يعطيك مثلا التيم اللي موجود عندك في المشروع، او يعطيك مثلا واحد من التيم ممبر، تمام تختار التيم واحد من التيم ممبر وتكتب له مثلا رساله please take look to this file and add your comments على سبيل المثال، وتعمل ارسال. بمجرد ما تعمل ارسال حيوصله بطبيعه الحال ايميل للشخص المعني، ويفتح الفايل ويديه مباشره على الفايل. الطريقه هذه حتسهل علينا وحتوفر علينا الوقت من ناحيه ايميلات وما ايميلات، لانه احنا اتفقنا اول شيء انه الكومن داتا انفايرمنت از فيرتشوال روم، كامل الدوكيومنتس ان الكترونيك فورمات راح تكون مجمعه في مكان واحد، وانت بمجرد ما اخترت الدوكيمنت المناسب اللي حترسله للشخص المناسب based on your IDM on based on your strategy او based الحاجه اللي لازم ترسل الفايل في الوقت المعين،
تكون عندك كامل البوسيبيليتي انك ترسلهم السي دي من دون ما تروح تعمل ايميل جديد وتضيع وقتك على الفاضي. تختار بس الدوكيمنت وترسله ل one of your team or project team members. Option 2 هو sign in users with the link. هنا في اختلاف بسيط انه حيعطيك اكيد البيبل مع من حتشير الفايل، تكتب له المسج نفس الشيء، قلنا بليز تشيك ذا فايل ولا اي مسج او اي كومنت تحب تعطي له اياه كتنبيه يعني. وعندك شغله ثانيه يقول لك لينك اكسبايرز اون، يعني تقدر تعطيه صلاحيه اللينك، يعني قادر يكون لمده شهر ومن بعد it will not be available anymore، تقدر تعطيه لمده اسبوع، يومين، ثلاثه ايام، اكسترا. طيب نعم، لو حصل تعديل في الفولدر عفوا حيتم اشعارهم، صحيح لو حصل تعديل في الفولدر حيتم اشعارهم. نعم، هذه حكينا لها اخر مره في النوتيفيكيشن، انت تتحكم في النوتيفيكيشن، قادر تضيفها عندك في النوتيفيكيشن انه اذا واحد مثلا غير في الفايل يصل له اشعار، واذا ما حبيتش يعني تكثر عليهم بالايميلات ما يصلوش اشعار، اكيد اذا غيرت في الفولدر حيصلهم اشعار. بس الاخ المهندس اللي سالني سؤال، هذا سؤال جميل جدا، نبهني نقطه مهمه جدا جدا. الشيء الجميل في التاج او في الانوتيشن اللي موجوده في التريمبل كونكت، انه تقدر تحط ملاحظاتك، تحط تاجز، تحط انوتيشن في الفايل من دون ما تاثر على الاوريجينال فايل. يعني خليني بس نكمل الشير داتا ونعمل داتا عفوا ونروح نشوف مع بعض مثال حي على 2D drawings. طيب نفس الشيء، you can share it, you can assign, you can choose the right person or the group, architectural team, MEP, etc. تكتب نوت معين واللينك حيل it will be expired يعني within 1 week, 2 weeks, etc. نهنا لعبة يا جماعة، حيقول لك الأكسس view only or view and download. بالنسبة للناس اللي هم informed only مش ضروري تعطيه view and download، يعني ممكن يكون view only مثلا your CEO يعني صاحب مجموعة الشركات ما عندوش الوقت انه يفتح تريمبل كونكت ويشوف ويدخل في التفاصيل اللي راح تتوه، ممكن ينزعج من الموضوع. تقدر تبعث له فقط على الايميل، تبعث له على الايميل يشوف، يكون عنده البوسيبيليتي انه view only يعني لانه هو في خانة الانفورمد. بس الناس اللي هما consultant or consulted or خلينا نقول responsible or accountable، مفروض يكون عندهم review and download. على سبيل المثال supplier or subcontractor اللي يحتاج الدوكيمنت مشان التسعير او مشان يدخل في البيد او يدخل في المناقصة خلينا نقول. وعنا على سبيل على فكرة يعني عنا نقطة مهمة جدا فيما يخص موضوع المناقصات وكيف تريمبل كونكت راح يسهل لك موضوع المناقصات، وراح يسهل عليك حركة المعلومات او السعر، حتى السعر لما يوصل لك في تريمبل كونكت يكون مبني فعلا على قواعد صحيحة يعني من دون اي لبس من بعد في الكونتراكت. الاوبشن 3 اللي هو اني يوزرز وذ ذا لينك، اني يوزر وذ ذا لينك. لو كرمت باشمهندس عمر تبعث لي فقط ايميلك على الشات راح ابعث لك اني يوزرز وذ ذا لينك، يعني حتشوف باللي مش ضروري يكون عندك حساب في تريمبل كونكت، مش ضروري يكون عندك حساب تريمبل كونكت، يوصلك الفايل اوتوماتيكلي تفتحه عادي في ال 2D viewer which is integrated in تريمبل كونكت. لو تكرمت باشمهندس عمر تبعث لي بس ايميلك على الشات بس تجريبيا يعني، وعشان تعطينا رايك يعني شنو في اخر المحاضره. طيب مش مشكله يعني، مش عارف انا اذا في اي ايميل عندكم ابعثوا لي، مجرد تجريب فقط مشان ممتاز، عنا ايميل هذا ونبعث له الايميل يعني اللينك will be expired tomorrow view and download share. اوكي بجرد ما تعمل شير حيوصل ايميل دان، حيوصل الايميل للاخ اللي بعث لي ايميله، وحتكون عنده البوسيبيليتي انه يشوف ويعمل داونلود للفايل من دون ما يكون عنده حساب في
يكون عنده حساب في تريمبل كونكت. لما تضغط على اللينك راح يقول لك you have to make sign in or sign up، مش ضروري، انت بس اضغط على الصورة عشان ياخذك مباشرة على الفايل. رجوعا الى سؤال الاخ، قال له اذا وصلتهم نوتيفيكيشن او تغيير في الفايل هل يوصلهم نوتيفيكيشن؟ اذا انت شغال على سبيل المثال في 3D موديل زي الريبت على سبيل المثال، اذا غيرت انت في الفايل، اذا غيرت انت في الفايل itself، يعني اذا عملت سانكرونايز، راح يوصلهم انه سانكرونايزد. يعني سانكرونايزد it means انك غيرت في الفايل او اضفت اشياء او حذفت اشياء. ما دام عملت سانكرونايزيشن من طرفك وما فيش ولا ابديتس، معناها ما صار ولا شيء. النوتيفيكيشن اذا كان صار في تغيير في الفايل، النوتيفيكيشن حتتم كالاتي. فرضا انا كبيم كوردينيتر خلينا نقول، وحبيت نشيك على 2D or 2D drawings في البي دي اف، نعمل فيو. لما نعمل فيو على سبيل المثال، وما تنسوش يا جماعه انه اخر مره في السيشن تو حكينا على تو دو تقدر تسهل عليك امور كثير، تستعملها في 3 دي موديل، 2 دي موديل، اكسل، بي دي اف، ريبورتس، اي شيء يعني. مهندس اشرف ابراهيم وصلوا ايميل انه مهندس بلال داونلود اول، يعني تقدر إذا ما عرفت حشير معك الإيميل بس وحنراويك كيف تعمل داونلود من دون ما يكون عندك حساب. فرضا هذا 2D drawings PDF. طيب إذا كان عندي أنا تعليق على المخطط أو كان في كومنتس معين على سبيل المثال، حاليا أنا فاتح، خلينا نقول أوكي، حاليا أنا فاتح الاوريجينال او كوبي من الاوريجينال. يعني فرضا اذا كان عندي مشكل في المثال، مجرد مثال فقط يا جماعه، ما تحسبوش يعني شيء اوفيشال. على سبيل المثال كان عندنا مشكل في الانترنس على سبيل المثال، اوكي. طيب صار عندنا مشكل في الانترنس وحبينا نعطي كومنت للاخ اللي شغال او للاخ اللي اعطانا، طيب تقدر تعمل له comment please change the entrance width على سبيل المثال، اوكي. طيب اعطيته ملاحظة انه بمجرد ما شير او بمجرد ما عملت quality control على 2D drawings اللي هو بي دي اف، نقدر نعمل انا الكومنتس على الفايل من دون ما نغير في الاوريجينال فايل اللي هو البي دي اف. مثال بسيط فقط، اذا حبيت انا نرسل او اذا حبيت الممبر او تيم ممبر اللي يحمل الفايل توصلوا نوتيفيكيشن اني غيرت، لا ما توصلوش اني غيرت، حتوصلوا اني اعطيت كومنتس او حطيت له تاسك لازم يسويه اللي هو عن طريق تو دو. بمجرد ما تعمل تو دو you create a new to do، تكتب مثلا entrance issue على سبيل المثال، description please زي ما قلنا اخر مره change the entrance width على سبيل المثال، share with تحطها مع assigned person، تقدر تحط الجروب، priority normal، تقدر تعمل due date، تقدر تعمل خلينا نقول التايب اللي هو مثلا ممكن ايشيو ريكويست على سبيل المثال، وتقدر تحط التاج اللي هو architectural موجود اوتوماتيكلي في السيستم، وتعمل سيف. بمجرد ما تعمل سيف، راح توصلك نوتيفيكيشن انه في عندك كومنت او في عندك تو دو على المخطط اللي ارسلته. انت لما تفتح الفايل، فرضا انت لما تفتح الفايل، لما تفتحه سيبريتلي حيطلع لك الاوريجينال، بس لما تفتح التودو حيطلع لك هذا بالنوتس. خلينا نعمل سيف عشان تفهموا علي اكثر، يعني ما نحبش نعطي بس الامور نظريه، لازم تشوفها على عينك. طيب ممتاز، خلينا نسكر هذا، نشوف التودو. ممتاز، وش عندنا؟ وينو انترنس ايشيو. بمجرد ما تشوف الايشيو، شوفوا معايا صح، شايفين هالي كوين التاجز او النوتس. بمجرد ما تعمل كليك راح يطلع لك الفايل with tags
تمام. بس هذه مش معناها اني غيرت في الاوريجينال فايل، وهذا الشيء الجميل في التريمبل كونكت او سي دي بصفه عامه، او الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم. هذه معناها انه عندي كومنتس، تمام، وتقدر تشوف الكومنتس في التو دو ولا only if I assigned something to you. طيب بس اذا رجعنا للاوريجينال فايل، اذا حبيت نشوف الاوريجينال فايل فرضا يعني فيو، تمام، اذا حبيت نشوف الاوريجينال فايل يعني changes اللي عملتهم او الانوتيشنز اللي عملتهم it will not affect the original file زي ما شايفين، تمام. يعني اي changes راح تسويها راح تاخذ وكانها نسخه الكترونيه virtual copy، تعمل عليها كامل ملاحظاتك without affecting the original خلينا نقول file، تمام. هذه نقطه جميله نبهني عليها الاخ بما يخص النوتيفيكيشن. في شغله ثانيه تابع الكولابوريشن، انا حكينا اخر مره عن قضيه التشيك ان وتشيك اوت. فرضا او احنا كتيم وي ار وركينج ان كولابوريشن انفايرمنت، تشيك ان وتشيك اوت. التشيك اوت لما مثلا اذا رحنا الريفت موديل او وعلى فكره يا جماعه، سواء كان ارشيكاد او ريفت او اي موديلنج سوفت وير، يعني مش ضروره يكون ريفت، يعني احنا بس تعودنا نشتغل بالريفت، بس مش بضروره يكون ريفت، يعني اي موديلنج سوفت وير ممكن سكتش اب او اي شيء. على سبيل المثال عندي هذا الريفت موديل، الريفت موديل زي ما شايفين في عنده لوك صغير. انا كواحد من التيم ممبرز لما نشوف اللوك الصغير هذا معناها ما لازمش يعني نعدل في الفايل او ندخل او نعدل فيه، لانه it's under process it's not done yet. يعني وانا شغال في الفايل، فرضا انا المسؤول عن الفايل هذا، وهذا الفايل already shared with other persons، يعني مجرد مثال، لما نعمل كليك وانا طالع من المكتب لازم نعمل check out. It's يقول لك already the file selected files it's already check out. وش معناها هذه؟ معناها ما خلصتش شغلي. متى نخلص شغلي؟ لما نخلص شغلي وش نعمل؟ نعمل check in. check in في الحالة هذه انشال اللوك، معناها انا كسكند تيم ممبر نقدر ندخل ناخذ نسخة من الفايل ونشتغل عليها، تمام؟ لانه الادمن على سبيل المثال، الادمن في حركة المعلومات او في الكوردينيشن انفايرمنت يعرف انه واحد مازال ان بروسيس وانا واحد خلص. الناس اللي مازالوا ان بروجريس او لا ان بروسيس، او في مثلا اعطيكم مثال بسيط، فرضا واحد من جماعة الاركيتكتشرال تيم خلص شغله وحطه في الشارد، انا كان عندي ملاحظات، لما كان عندي ملاحظات رجعت كومنت للاركيتكتشرال تيم مشان يعدلوا على الفايل. في الحاله هذه لازم يعملوا تشيك اوت، تمام. وش معناها؟ لما يجي ستراكشرال تيم وياخذ الفايل ينتبه، لانه مازال تشيك اوت، ما ياخذش الفايل كريفرنس او يتاكل عليه، خلينا نقول لا، ما دام تشيك اوت يقول اه مازالوا جماعه الاركيتكتشرال تيم ما خلصوا شغلهم، في تعديلات عطالهم اياهم البيم مانجر او البيم كوردينيتور. بمجرد ما تشوف انه الفايلات كامله فيهاش تشيك اوت، معناها عندي the right to use those files in my work، ولا نقدر نستعملهم في حاجاتي، تمام. حتى في الشير مع السب كونتراكتورز، مع السبلايرز، يعني السبلاير لما يكون عندك في التيم ماشي معاك، يعني في during the project life cycle، لما يشوف الفايل مازال تشيك اوت من الاحسن انه يتريى شوي حتى تعمل له انت تشيك ان، مشان يقدر ياخذ الفايل ويعمل منه التسعير ويشتغل عليه ويعطي ملاحظات و اتسترا، تمام. هذه بما يخص تشيك ان وتشيك اوت. تشيك ان وتشيك اوت مهم جدا في موضوع الكولابوريشن، نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع هذا. طيب اخر مره نسينا باش نتكلم او ما كفناش الوقت للاسف الشديد، نتكلم على الريفيت بلاجين. احنا قلنا عفوا انه تريمبل كونكت يتكون من 5 ابلكيشنز، اللي هو الويب براوزر، ديسكتوب، تريمبل كونكت سينك، ستيتوس شيرنج، اند ريفيت اد ان اور ريفيت بلجين. الريفيت بلجين موجود زي ما قلنا في التريمبل كونكت ابلكيشن ستور، تمام.
راح يكون في تاب الادز ان ويكون بشكل هذا. ريفيت او التريمبل كونكت ريفيت بلجين شو هدفه او شو المين بيربس تاع هذا البلجين؟ راح اقول لكم شو المين بيربس. تذكروا اخر مره لما فتحنا مشروع اي مشروع يعني، واحنا قلنا له التريمبل كونكت يقدر يقرا لك كامل الفورمات سواء ريفيت سكتشوب بي دي اف اكسل، وهذه ميزه موجوده في كامل السي ديز اللي هي تندرج تحت الاي دي ام اس اللي الكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم. قلنا انه لو تتذكروا في الوركينج بروجرس اخر مره في الاركيتكتشر الموديل كان عندنا الار في تي وكان عندنا الاي اف سي وكان عندنا الدي دبليو جي. الدي دبليو جي فتحناه عادي، الاي اف سي فتحناه عادي which is shared by default خلينا نقول. هذا مازال زي ما شايفين تشيك اوت، يعني ما عنديش الحق اني ناخذه ونستعمله في الاركيتكتشرال او ستراكشرال موديل اللي عندي، بس لتذكير بموضوع تشيك ان وتشيك اوت. لو نحاول نفتح هذا الريفيت موديل مش راح يفتح معي لسبب معين، انه في اوبريشن تسبق يعني الاوبننج تاع هذا الفايل اللي لازم نسويها قبل ما نروح نفكر اني نفتح هذا الفايل. هذه الاوبريشن يعني لو استنى يعني ولو حتى سنة يبقى يلف، يعني تشوفوا انه conversation in progress ولا عمره راح يفتح هذا، تمام؟ لسبب معين فقط، لانك انت كبيم او architectural beam modeler ما عطيتش الاوتوريزيشن للناس او ما عطيتش الاوتوريزيشن للتريمبل كونكت او حتى للسي دي انهم يفتحوا ريفيت native model. خلينا نقول بصفة عامة ما نقولش ريفيت، native model لانها اوسع واشمل. طيب كيف تعطي الاوثوريزيشن انهم يفتحوا او التيمبل كونكت يصير يشوف ريفيت موديل؟ في شغله هنا اللي هي كبلجين موجوده في الريفيت، وللاسف موجوده فقط في الريفيت لا في الارشيكاد ولا شيء. في شيء اسمه فايل ابلودر، بمجرد ما تكبس فايل ابلودر ترجمتها الثانيه الفايل ابلودر هي يو ار شيرينج يور ريفيت موديل اور يو ار ببلشينج يور ريفيت موديل، يعني خلاص انت عطيت الاوتوريزيشن انهم يشوفوا الفايل ويشتغلوا عليه. طيب حتشوف حيطلع لك خلينا نقول فورم او ايش راح نقول يوزر انترفيس بسيط، سامحوني دقيقه بس. حتختار باي ديفولت اللي هو السيرفر في يوروب اور ايجيا، تمام. البريفرنس سيف في الايجيا عندك تختار، دقيقة بس نعمل ريفرش. اوكي زي ما شايفين هنا عندي الابجريد، المفروض نعمل له ابجريد، تمام. بمجرد ما تختار السيرفر تمام يعطيك الفولدر ستراكتشر اللي موجودة في الموجودة في تريمبل كونكت باي ديفولت، وتختار انت الفولدر باث، ويعطيك البوسيبيليتي انك يقول لك ابلود موديل ان كورنت 3 دي فيو زي ما هو بعد زي ما شايفينه، لانك عندك بعد تختار 3 دي فيو ثاني او على حسب يعني، ويقول لك تشينج ذا فايل نيم تو كورنت 3 دي فيو نيم. عندك البوسيبيليتي انك تغير له اسمه، يعني مش ضروري يتحمل بنفس الاسم باش يكون في باش يكون فيزيبل ان تريمبل كونكت بلاتفورم اور تريمبل كونكت 3 دي فيور. طيب بصراحة ما معناش الوقت انه نعمل تحديث لهذا، بس نخليه يعني، بس المهم تكونوا فهمتوا البرنسيب انه ريفيت فايل ما تقدرش تشوفه في التريمبل كونكت الا بعد ما تعمل له ابلود فايل ابلودر يوزينج ذيس ريفيت اكستنشن اور بلجين، خلينا نقول اد ان. الشغلة الثانية انه وش عنا الموبايل ابلكيشن. طيب حنحكي على الموبايل ابلكيشن، خلوني بس نشير الموبايل نشوف اذا في عنا اسئله. اوكي راح نشير معكم الموبايل وتشوف كيف استعمالات تريمبل كونكت بلاتفورم في او الموبايل ابلكيشن في السايت على سبيل المثال. هي ابلكيشن يعني بسيط، يعني تقدر تحملها في الايفون او تحملها في عن طريق الجوجل ستور اندرويد.
مجرد ما تفتح الابليكيشن، ابليكيشن جميل وسهل وبسيط يعني، بس مرات يعني يعلق معكم التليفون اذا كان التليفون تعبان زي اللي عندي. بمجرد ما تفتح الابليكيشن راح يكون عندك يعني البوسيبيليتي انك تشوف كامل المشاريع اللي موجوده في التي سي او في الكومن داتا انفايرمنت. من فوق زي ما شايفين هما the latest او اخر شيء فتحته يعني، تمام. عندك مثلا المشاريع الموجوده، بمجرد ما تكبس وتنزل يعني حجيك الريفرش، هذه اللي شايفينها هذه الريفرش، اذا صار في اي تغييرات او تو دو جديد انضاف على السيستم راح تشوفه عندك. انا حاليا سايد انجينير، تمام، سايد انجينير. اي انستراكشن خاصه بالمشروع راح توصلني في التليفون، واي مشكل في المشروع راح نستعملها بالتليفون، يعني نرسلها للديزاين تيم او الموديلينج تيم. فرضا خلينا نقول مشروع المزرعه، روح المشروع المزرعه على سبيل المثال، نعمل كليك حيطلع لي الفولدر ستراكشر بيزد اون ذا the folder structure، نفس الشيء اللي عندنا في التريمبل كونكت او براوزر او الثاني. من اسفل عندنا التيم، لو نعمل كليك على التيم راح تشوف كامل التيم الموجود في المشروع، وعندنا الجروبس، عندنا الاركيتكتور والجروب، ام اي بي جروب، سايت انسبكتورز جروب، كوانتيتي سيرفيرز، مين كونتراكتور، تكنيكال ستاف اتسترا. هذه الجروب انت تدخلها في الاصل في تدخلها في قولوا معايا في التي سي، او تقدر نضيف جروب من باي كليكين اون ذا بلس، هذه البلس شوفوا معايا هذه، تمام. تقدر تضيف جروب وتقدر تضيف حتى يعني ناس معك في التيم، اوكي. تقدر يو كان يعني اد نيو تيم ممبر يعني، وتقدر تحط له الجروب اللي مناسب له يعني، تعطيه الرول سواء يوزر او ادمن، حكينا عليها اخر مره. بطبيعه الحال عندك الفيوز اللي هما 2 دي اور 3 دي عفوا فيوز. حاليا عندي 2 دي فيوز اللي هم اخذتهم البي دي اف، 2 دي فيوز غالبا يكونوا من 2 دي اكيد دروينجز، و 3 دي راح تكون من 3 دي موديل. عندنا تو دو، سواء عملنا تو دو بالتليفون في السايت او عملناه في عمله جماعه المكتب، بمجرد ما تعمل صباعك يعني من فوق لاسفل راح يعمل لك سانكرونايز، يقول لك تو دو سينكت، اوكي. وعندك الداتا اللي هي بطبيعة الحال الفولدر structure based on the ISO 19650 أو على حسب تغييرتك أنت للفولدر. زي ما شايفين تليفون راح يحرجنا معكم للأسف. طيب فتحنا نحن CD ونروح ل work in progress ونشوف 3D viewer اللي موجود في التليفون، architectural model. نفتح على سبيل المثال IFC، وش رأيكم نفتح IFC؟ طيب نفتح IFC. هذا عندكم بمجرد ما تعمل كليك على الموديل تقدر تعمل له ديليت اور اد تو دو اور لانش. لانش يقول لك لانش ان نيو 3 دي فيور اور لانش ان اكزيستنج فيور. خلي نعمل ان نيو ان نيو 3 دي فيور، حيفتح معنا، حيطلع معنا 3 دي موديل، اركيتكتشرال 3 دي موديل. نافيجيشن سهله جدا يعني بتو فينجرز، الامر بسيط مش معقد يعني، تعمل زوم ان زوم اوت، تمام. عندك 3 دوتس اللي هما مالتي سيلكت مود، سيلكت اسامبليز، اورتوغرافيك بروجكشن. ها هذه الاورتوغرافيك بروجكشن اللي موجوده في الريفيت موديل لو تتذكروا يعني، وتحب تشيل الاورتوغرافيك. وعندك المارك ابس يعني تحط المارك ابس على الموديل. عندك هذه يا اما تروح للمودلز اللي موجودين، انا عندي فقط الاي اف سي اللي مفتوحين، او ترجع للفايل من اول وجديد. احنا مش حابين نرجع الفايل من اول وجديد. طيب من الاسفل وش عندنا؟ فرضا ضاعت عليك الفيو، جينا هنا وتعمل كليك لهذا، ضاعت عليك الفيو فرضا، مع انه دقيقة بس. طيب مش مشكلة، فرضا عملنا هايد او عملنا سيلكشن لاي اليمنت، اوكي. نبدا من هذه، هذه على سبيل المثال الاولى اللي شايفينها هذه من الاسفل، هي اتس لايك ريفرش فور ذا 3 دي موديل، راح نشوفها بس نعمل مثال بسيط ونشوفها شو استعمالاتها. هذه اللي هي
ترجعك للاوريجينال فيو، يعني هذه ترجعك للاوريجينال فيو. تمام، مثلا ضاع عليك الموديل او ضاعت في حركة النافيجيشن للموديل، تقدر ترجعه للشات الاصلي يعني، او الصورة او الوضعية الاصلية. طيب عندنا هذه مثلا نقدر نستعمل شو اسمها الهايد، اوكي، او هذه لازم تعمل سيلكشن للموديل. في عندك قبل ما نعمل سيلكشن للموديل، في عندك الفيوز سواء توب باتم سايد على حسب يعني، عندك the bottom كذا كذا perspective، ترجعك زي ما كان. وعندك البلاس اللي هو البلاس هذا اللي شايفينه هذا، بمجرد ما تعمل بلاس عندك ما يسمى بالكات اوف بلان. عندك الكات اوف بلان، دقيقة بس تليفون بس معلق يا جماعة شوي. اوكي الكات اوف بلان وينها؟ طيب هذه، يجي تعمل كليب بلان سواء الجانبي هذا، اوكي، او سواء تعمل الكات اوف بلان، عفوا اذا ضاعت معاكم الدنيا روحوا للتوب توب واعمل كات اوف بلان، وراح يجيكم الكات اوف بلان بالشكل هذا. تمام، ونزل زي ما تشوف مثلا، وانت شغال على الموديل في مرحلة ما، مثلا انت كسايت انجينير في مرحلة ما كسايت انجينير كان عندك لبس معين في مثال الكوريدور هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال، وجيت تعمل المارك اب هنا، اوكي اوكي تمام. وجيت تعمل ما يسمى ب اد تو دو، اوكي اتاتشمنت، تعمل اد تو دو وتكتب مثلا بليز اور كوريدور، كوريدور ويث مثلا على سبيل المثال، ترسلها للديزاين تيم. انا اعطي بس مثال يعني على السريع، يعني مانيش حاب ان ناخذ وقت كثير في موضوع الموبايل اب، بس حبيت نراويكم كيف الشغل الـ يعني الشغل اللي قدرت تعمله الموبايل اب كسايت engineers. تمام، طيب فرضا انت رحت للسايت كأنت construction manager او انت كممثل مالك على سبيل المثال، رحت للسايت شفت الباب هذا مش عاجبك على سبيل المثال، somehow شفت الباب هذا مش عاجبك، تمام، وش تعمل انت؟ جيل هذه وتعمل add to do، تمام، وتكتب please fix the frame على سبيل المثال، اوكي. وجينا هنا يا جماعة الخير، وحصور لكم بس مثال بسيط، وجيب الكاميرا تاعك تعملها activation وتصور الباب، شايفين الباب؟ مش عارف انا تليفون هذا، اوكي دقيقة بس، عفوا عفوا عفوا، ودي تصور الباب. خلاص يا جماعة المهم تكونوا فهمتوا، لأنه تليفون تاعي شوية. طيب راح تكون التودو اتاتشد بالصورة اللي موجودة اللي أخذتها أنت على السايت، راح تروح مباشرة للمسؤول اللي موجود في السايت، وراح توصله نوتيفيكيشن وراح يصلح أكيد الموضوع. سنة والله نشوف ليش يعني الصورة طلعت الكواليتي يعني تعبانة. كانسل اد تو دو، سوري اوكي، بصراحة مانيش عارف ليش يعني الكواليتي يعني طلعت بالشكل هذا،
فعلى كل حال يعني اوكي اوكي يعني تختار. ايوه طلعت صورة جميلة شوي، زاد عملها بينا بالتليفون. عادي عادي، على كل حال تكونوا فهمتوا ان شاء الله البرنسيب. هذه شو قوة الويب او الموبايل ابليكيشن، اللي بصراحة تسهل علينا شغل شغل كثير. وش عنا بعد؟ عن على سبيل المثال الموديل انفو او بروبرتي، على سبيل المثال اذا عملت كليك على سلاب تقدر تشوف البروجكت او الاوبجكت انفو، حيعطيك يقول لك بيسك بروف جينيريك. اذا حبيت تروح المور ديتيلز راح يعطيك الكاستم بروفايل، يعطيك الاي اف سي ماتيريال، يعطيك الكوانتيتيز، يعطيك وش تحب يعني، از ات فاير ريتد اور نوت. تمام. اذا حبيت مثلا على سبيل المثال عفوا نروح نشوف الديكوريتيف اليمنت هذا، نعمل له فوكس، نعمل له عفوا اوكي نجي هذا للاليمنت ونعمل له فوكس، او نقدر نعمل له على سبيل المثال ترانسبارنسي. اوكي نقدر نعمل له هايد، نرجع الهيدن اوبجكتس المربع الاول هذا زي ما شايفين. اوكي انتم شايفين كليب، انتم شايفين كليب في هذا، هي معناها اتاتشد فايل. انا عملت تو دو، عملت اتاتش فايل تو دي drawings مشان الاسايند بيرسون يشتغل بيزد اون ذا 3 دي موديل اند ذا اتاتشد 2 دي فايل. فرضا اذا حبينا يعني تقدروا تحملوا الابليكيشن تستكشفوه، يعني شيء جميل ورائع. تقدر تعطيه لون هذا مثلا، تعطيه لون معين ترانسبيرنسي، تزيد له في الترانسبيرنسي، تحب تنقص له في الترانسبيرنسي زي ما تحب يعني، عن طريق هذه اللي موجودة في ال تعمل اتاتش مثلا، شوف الداتا اللي موجودة عندك في الفولدر ستراكتر، you can attach يعني technical data sheet، you can isolate this element، can isolated يعني by going here and isolated. تقدر تديله في transparency وترجع، يعني عندك possibility انك تعمل navigation يعني بكل حرية، يعني سهل ب two fingers تكتشف لحالك يعني ال 3D viewer. بس اهم شيء اهم شيء انك تقدر تتابع السايت quality control، تصور كذا شغلة تحطها في الاد تو دو، ويكون عندك بعد الهيستوري بتاع الشغل اللي تم في السايت بكل سلاسة، واكيد الديزاين تيم راح يوصلهم شغلك ويقوموا بالشيء اللي لازم يقوموا به. طيب ننتقل لشغلة ثانية اللي هي مهمة جدا جدا. قلنا شفنا انه في التي سي او في تريمبل كونكت عندنا ما يسمى بالتريمبل كونكت ويب براوزر، عندنا الديسكتوب، عندنا الريفيت بلجين، عندنا الموبايل ابلكيشن، وعندنا شغله ثانيه اللي هي اسمها ستيتوس شيرنج. ستيتوس شيرنج انا اشوفها يعني ذا نيو ريبورتنج سيستم ويز كولر كودينج. خلينا نفتح مثال بسيط، خلينا نفتح structural model، لا مش الفاميلي، خلينا نروح نشوف المزرعه. تمام شوف ال work in progress اللي هي structural model. اوكي structural model IFC، خلينا نفتح هذا view. او خلينا نفتحه في الديسكتوب اسهل.
المزرعة ال work in progress structural IFC. اوكي اوكي this is the structural model. This is the structural model. طيب خلينا نفتح structural model number 2 أحسن، أو number 1 عفوا. اوكي هذا أوضح صح؟ طيب status sharing هو الـ visual or reporting system by color coding. فرضا حبيت أتبع السايت، أو أنا كسايت inspector or construction manager حاب نشوف أو حاب نعمل traceability للـ progress اللي موجود في السايت. طيب إذا قلنا نحن أنه في بداية المشروع وراح نشوف الـ ground floor فرضا أو الـ basement 2، هذا فرضا نعتبره البيسمنت 2. بيسمنت 2 زي ما شايفين فيه كولمز، فيه كولمز، فيه راوند كولمز، فيه كور وولز. الكور وولز مش ظاهرين عندي بس مش مشكلة عادي. طيب فرضا انا في بداية المشروع وشغال على الكولومز، نفتح شيء اسمه status sharing موجود في البزنس بريميوم لايسنس، يعني للأسف الشديد مش متوفر في البيرسونال ولا مش متوفر في البزنس لايسنس، متوفر فقط في البزنس بريميوم لايسنس. نعمل لوجين وندخل نعمل باسورد stay signed in. طيب بمجرد ما تفتح الـ status sharing، اوكي نعمل delete لهذا yes. اوكي بمجرد ما تفتح يقول لك no available actions create the first one، من هنا يقول لك disable status sharing. طيب الاكشن انه انك راح تتبع او راح تبرمج الـ work in progress في السايت عن طريق الـ color coding. كيف راح يتم هذا؟ يتم عن طريق creating a color code او action خلينا نسميها مثلا basement columns concrete work. concrete work columns concrete concrete work حيعطيك already columns checked، عندك الـ private none paused complete enable commit and started. هذه قوتها يا جماعة، هذه قوتها في الـ structural steel structure models، بس نقدر نستعملها نحن في الـ concrete structure عادي. وبمجرد ما تعمل create حيعمل لك color code by default. من وين يتكون هذا؟ يعني الـ status sharing يتكون من الـ colors او الـ actions اللي عملت لهم creation، يتكون من الـ colors different colors لل different actions الموجودة في السايت، يعمل لك ويعمل لك أيضا date for خلينا نقول animation small animation for your working site progress. كيف نشتغل بالموضوع هذا أو كيف نستعمل هذا الأوبشن الرائع؟ نختار أنا كمثلا كسايت engineer، فرضا بديت بالكولم هذا by axis أكيد axis 1 by axis A etc. هذا it's already started تمام، او خلينا نقول هذا وهذا وهذا كله started. طيب نجيب شغلة معينة هنا ونعمل add view نسميه first week first week site work على سبيل المثال تمام. جينا للويك الثاني وش نعمل؟ هذا في الويك الثاني وهذا وهذا سوري هذا هذا started بس هذم وهذم وهذم يكونوا
هذا completed، تمام، يكونوا completed. وهذم الأربعة paused لسبب معين يعني، وهذا خلينا نقول started. اوكي، هذا second week، تعمل create or add view second week work. طيب the third week هذا وهذا 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 يكون أكيد خلص، وهذا راح يكون started، وهذا راح يكون خلص، وهذا راح يكون عفوا هذا وهذا خلص، وهذا started، تسميه third week work. الفكرة مش هنا يا جماعة، الفكرة ما زال راح تجي بعد the last week from، خلينا نقول January، هذا شغل كامل يكون تم يعني خلال شهر صبينا كامل الأعمدة أكيد مع الأرضية إذا حابين يعني or none على حسب يعني. وتعمل add view تسميه the fourth week work، تمام. وتقدر تجمع صور مع بعض وتسميهم January work done. طيب خلصت أنا كسايت إنجينير أو كسايت أو كبروجكت مانجر، خلصت شغلي. I have to report to my project managers أو مش عارف أنا للتوب مانجمنت. في شغلة حلوة جدا إنك تعمل رايت كليك، مجرد ما تعمل عفوا دقيقة بس، مجرد ما تعمل رايت كليك يعطيك البوسيبيليتي انك يو ريموف ان جروب اور شير. لما تعمل شير مباشرة راح يقول لك وذ ذا اركيتكتشر جروب اور الاسايند بيرسونز او سو اون، او تقدر تضيف حتى شخص ل انفايت يوزرز وتعمل له رول وتقدر تشير معاه الفايل، انه لما يوصل هذا، لما يوصل للتيم ممبر راح تكون عندهم او للبروجكت مانجر راح تكون عنده نظره واسعه، وراح يكون اوير بالبروجرس في السايت. تقدر تعمل حتى سمول انيميشن اللي هي سلايد شو، شوف يعني على سبيل المثال انيميشن لحركه الشغل في السايت، تمام. في عنا بعد حركه ثانيه اللي هي خلينا نطلع شوي، تقدر تستعملها بستيتشو شيرينج، انك فرضا اذا فتحت ستيتشو شيرينج تحب تعمل تايم لاين، تايم لاين اللي هو شبيه بالفور دي، مش حيكون بقوة النافيس ووركس اكيد، بس شبيه بالفور دي سيميوليشن. الفور دي سيميوليشن انك تقدر تعطيه تاريخ انه ابتداء من ابتداء من التاريخ هذا اللي هو اليوم، تمام، الشغل started، وبعد تاريخ 20 في الشهر على سبيل المثال already الشغل started، 23 شغلنا هنا خلص، وهذا في تاريخ 30 او مش عارف انا started تاريخ هذا مثلا 3، هذا يكون خلص، تمام. وتعمل تايم لاين حيعطيك بالتواريخ زي ما شايفين، بمجرد ما تمشي انت راح يعطيك شو ستارتد شو الفينش اتسترا اتسترا اتسترا، يعني زي ما شايفين حتشوف اللي هو ستارتد وشي هو الفينش، وكل ما برمجته اكثر واعطيت له تايم اكثر راح يمشي لك، وتشوف حتى بنايه بالكامل تبعها من اول مسمار تحطه في السايت الى تسليم البنايه، تقدر تخزنها عادي في دريم بالكونكت از الداتا
you can share it with all the team members. طيب في عنا شغلة ثانية اللي هي مهمة جدا، على سبيل المثال خلينا نقول remove. You can عندك البوسيبيليتي هنا انك تاخذ صور سواء add view or export it to as 3D view، الصورة اللي هي 3D view as PNG زي ما حبيت. عندك modification ان هي تاع سلايد شو، تشوف الديوريشن اوف كاميرا انيميشن، showing full screen mode زي ما تحب. الشغلة الجميلة الثانية اللي هي تعتبر من الابديتس اللي عندها تقريبا شهر، ما عندهاش كثير يعني. خلينا نروح نفتح ريفيت، نوت ريفيت، نفتح مثلا اي اف سي اللي هو الاركيتكتورال. طيب بمجرد ما تفتح الاركيتكتورال موديل في عنا ايكون صغير يقول لك create visualization with texture and lighting، يعني هم عملوا انتجريشن الريندر انجن داخل تريمبل كونكت. ما بين ما عملنا رندر خلينا نروح نشوف شغلة ثانية في تريمبل كونكت اللي هي تسمى ب property set and organizer. خلينا نروح نشوف الفاميلي، نشوف الستراكتورال موديل، ورك ان بروجرس. زي ما شايفين راهو يحمل ويعطيك الرندر يعني اللي تقدر تستعمله كأوبشن فور يور رندرينج. عندك أوبشن اللايت كذا، ظل، شادو، تمام. تغير الباك جراوند، تاخذ صورة للثري دي هذه، تمام، تحطها في الداتا اللي عندك على حسب يعني. تقدر تستعملها ك كرفرنس زي ما قلنا في الفايل اللي عندك، اوكي، او في المشروع اللي عندك. تقدر تاخذ صور، تعمل سمول انيميشن بالسلايد فيو. مجرد مثال يا جماعه لاني بصراحه راني ماشي بسرعه غير عاديه. مجرد ما تعمل انيميشن راح تشوف يعني، مجرد مثال بسيط هذا يعني. انتوا بعد اذا اشتغلتوا على الموضوع راح ترتبوه اكيد احسن مني بكثير يعني. ستوب، هذه الاضاءة وكذا. قدرت تعمل مستوى السطحي لي 3D موديل، تقدر تشيله كذا. اوكي، وهذه على فكرة ضافوها مؤخرا في التريمبل كونكت زي ما شايفين، حتى الماتيريال سواء ترانسبرنسي او الريفلكتيفيتي الريفلكشن، تمام. تقدر تشير حتى التكستر اللي موجودة في 3D موديل زي ما شايفين. على كل حال هذا الفيتور موجود في الديسكتوب ابلكيشن، تقدروا تستكشفوه يعني براحتكم اكيد.
مجرد ما تعمل كليك على create visualization with textures and lighting راح ياخذك مباشرة على الشيء اللي كنا شايفينه. عندك export current 3D view as trim beam او trimble connect beam model، يعني تقدر تعمله exportation بمجرد ما تعمل double click، مش ضروري تفتح ويكون عندك البلاتفورمز هذو، بمجرد ما تعمله export حينزل عندك trim beam model وتفتحه مباشرة بمجرد ما تعمل double click. بصراحة في أشياء كثير وين حنشوف. طيب خلينا نروح نشوف ال property set and ال organizer. ال organizer شفنا نفسه أو تقريبا عدينا عليه بسرعة في البيم كلاب زوم اللي هو ما يسمى بسمارت فيوز. زي ما حكينا آخر مرة تكلمنا على هذا اللي هي ال ghost hide isolate انزل يعني hide in hide و isolate objects. حنشوف شيء اللي هو more technical or more practical لما نروح الموضوع ال organization أو model checking before model validation. عندنا هنا حاجة ما تسمى أو شيء ما يسمى بال organizer. ال organizer أو خليني نتكلم على property set قبل ما نروح ال organizer، لأنه ال organizer وال property set يعني زي التوأم، يعني ماشيين مع بعض. البروبرتي سيت هي اي بروبرتي سيت موجوده في او اي بروبرتي سيت في البيم سوفت ويرز. البروبرتي سيت راح يطلع لك كامل الاوبجكتس اللي موجوده في 3 دي موديل، وين انت تقدر تاخذ معلومات عن هذه البروبرتي سيت، بحيث انه اذا اخترنا على سبيل المثال البيسك روف راح يعطيك الكلاس اللي هي اي اف سي سلاب، يعطيك الماتيريال اذا انت دخلت الماتيريال قبل ما تصدره اي اف سي، يعطيك الاريا، يعطيك الفوليوم، يعطيك البروجكتد اريا، توتال اريا اند فيس. انت باي ديفولت قادر مثلا البروبرتي سيت هذه تعدل فيها، يعني مش ضروري تلتزم بالشيء هذا. باي جوين هير تو كولمز وتختار البروبرتي اللي انت تحب تحطها، يعني مثلا انا مش عاجبيني هذا نشيلهم، نخلي فقط الكلاس، يبقى عني فقط الكلاس اللي هو الاي اف سي، يبقى لي الكاونت العدد. حبيت ترتبهم باي كلاس مش باي نيم، تقدر تعمل دروب يعني تعمل كليك اند دراج تحطهم هنا تمام، وتشيل هذه وراح يصنف لك اياهم بالاي اف سيز بالاي اف سي كلاسيفيكيشن. على سبيل المثال انا عندي اي اف سي بيم، عندي اي اف سي بيلدينج اليمنت proxy يعني it's not classified, IFC column, footing, pile, IFC slab and IFC wall standard case. طيب تقدر مثلا تعملهم classification by fire rating. هل انا عندي fire rating او لا؟ fire rating تعمل plus اوكي، وجي تعملهم classification by fire rating. هذه تساعدكم بعد في الفلتر يعني في الموديل تشيكين اذا الابواب زي ما حكينا اخر مره فاير ريتد اور نون فاير ريتد. زي ما شايفين ما عنديش الفاير ريتنج، اكيد في الابواب حتكون عندي يعني، بس كمجرد مثال في موضوع الفلتريشن. خلينا نروح باي كلاسيفيكيشن احسن، تكون اسهل لنا بعد في السلكشن. على سبيل المثال تقدر تختار باي مور باي تاج اذا حبيت، اي اف سي كولوم تايب دايركشن، باي فيز اذا كنت عامل مشتغل بالباي فيزز هذه راح تساعدك كثير يعني. خلينا على هذه، انا قسم ليهم اي اف سيز، اي اف سي بيم، اي اف سي بيلدينج بروكسي، اليمنت بروكسي، اي اف سي كولومز اتسترا. طيب شو عندنا الفيتشرز الثانيه اللي موجوده؟ على سبيل المثال انا حبيت نعمل selection لل IFC خلينا نقول pile اللي موجودة في الموديل. ننزل هذه شوي بس توضح لكم الصورة، نزلتها كثير مش شوي صراحة. طيب أو ما يخالف ما عندناش مشكلة، عملنا IFC pile. بمجرد ما نعمل كليك على IFC pile عندك two options، عندك two options، يا إما تجي تعمل select in 3D راح يعمل لك إياها selection in 3D زي ما شايفين تمام، وتقدر تعمل isolate layers تفصلها لوحدها تمام. في الحالة هذه شوفوا معي، في الحالة هذه تعمل هذه ك ك
كسمارت فيو او كاورجنايزيشن او كاورجنايزر. يعني يقول لك على سبيل المثال هنا سيف تو اورجنايزر. الاورجنايزر شو شغله الاورجنايزر؟ الاورجنايزر انه يصنف لك او اي شيء تحت مسمى او اي شيء بايلينج راح يتصنف لوحده. يعني انت مش ضروري تروح بعد تعمل سيلكشن للبايل تروح تعمل سيلكشن للكولمز، لا الكولمز لوحدهم يصنف لك اياهم، يعني يعمل لك اياهم ترتيب معين. الكولمز لوحدهم، الابواب لوحدهم، السلابز لوحدهم، الويندوز لوحدهم. فرضا انت اذا كان عندك تاسك معين او اذا عندك خلينا نقول كواليتي تشيكينج معينه زي ما شايفين، بمجرد ما تعمل كليك راح يعطيك السيلكشن لل عفوا للانتيتي اللي موجوده. طيب خلينا نرجع بس لهذه. اوكي سيف ذا اورجنايزر، يو كان كولورايز ذا جروب، تعطيه لون معين. اوكي يو كان سيليكت ذا اذر اليمنتس، يعطيك فقط هذا ملون. اذا حبيت الاورجنايزر عفوا انا الاورجنايزر عملته بالخطأ الكامل الاليمنت، بس مش مشكلة نعدل فيه ان شاء الله. طيب اذا كان هذا الاورجنايزر سيلكت ان 3 دي فيو، يو كان كام هير لهذا وتعمل كذا وتسميه مثلا بايلز او سيف ذا اورجنايزر، وجي لهذه وتعمل كذا. اوكي صار عندنا البايل او حتة البايل سيلكتد اوريدي. فرضا اذا حبيت نعمل سيلكشن لهذا عفوا هنا it will be selected automatically. يعني خليني نعمل الفوتينج عشان تكون عندكم فكرة اكثر، او قصدي السلابس وشيء ثاني مش تكون عندكم فكرة اوضح. طيب عندنا الاي اف سي، هنشوف كولورايز هذا كولورايز جروب. يعني باي ميستيك، شوفوا باي ميستيك، يعني هذا كيس ستادي جميل. باي ميستيك مسمين الاي اف سيز بتاع الفاونديشن اي اف سي بايل، والاي اف سي بتاع البايل مسمينه اي اف سي فوتينج. يعني هذا يعتبر مشكل. جينا هنا على سبيل المثال اذا حبيت تعمل كولورايز الكامل الجروب، وجينا هنا تعطيه تاسك اللي هو مثلا تو دو، تقول له بليز تشيك ذا اي اف سي اور كوراكت ذا اي اف سي اور تشيك ذا ايشيو اور فيكس ذا ايشيو. طيب البروبرتي سيت الثانيه اللي نقدر ان او من بين ميزات البروبرتي سيت انه نقدر وي كان كولورايز كامل الموديل، كولورايز كامل الموديل، الكولومز وحدهم، سلابس وحدهم، الكورات وحدهم زي ما شايفين. نفس البرنسيب سمارت فيوز اللي موجود في البيم كولاب زوم، يقدر يعمل لك حتى الابواب بكالر الفاير ريتد كالر والنون فاير ريتد كالر. تمام على سبيل المثال بيلدينج اليمنت بروكسي او الاي اف سي سلاب سيلكت ان 3 دي فيو سيف تو اورجنايزر. تسميها على سبيل المثال فاميلي تاور اورجنايزر. تمام فاميلي تاور اورجنايزر، يعني انت على حسب تقسيمتك البروبرتي سيت يو كان ميك ات از ان اورجنايزر. فرضا اذا حبيت انا اختار فقط الكولمز نعمل كليك على الكولمز، اذا حبيت الفوتينج بس الفوتينج، اذا حبيت الاي اف سي بايل بس الاي اف سي بايل. نقدر نعمل ايزوليت ونعطي للتاسك مثلا، ونقدر نجيب مثلا هذه ونعمل ايزوليت. اوكي ونجي لهذه مثلا ونعمل ايزوليت، شوف الكولمز. اوكي اي كان نشوف البروبرتيز اللي موجوده بالنسبه للكولمز هذو. اوكي مثلا البروبرتي الكولم هذه، ونشوف البروبرتي سيت كوانتيتي تيك اوف. نقدر نعمل حتى
سايت تاسك باي ايزوليتين ذيس وان. اوكي هذه مثلا الكولم هذا على سبيل المثال، ونعطيه انا اد تو دو. اوكي تعطيه اد تو دو وتسميه اي تاسك، وتعطيه للتيم اللي هم يصلحوا لك من بعد الموديل. This is what we call a model checking before validation. يعني عندك البوسيبيليتي انه انا منكر الشيء انه البيم كولاب زوم هو اقوى بكثير في الحته هذه من تريمبل كونكت، بس راح تشوفوا مع الوقت ان شاء الله اذا واحد مشى مع تريمبل كونكت هم كل يوم شغالين على الموضوع يطوروا في السوفت وير. على هذه انا نقول انه اذا انتم حابين مثلا تروحوا الموضوع السي دي اللي هو تريمبل كونكت، خليكم دايما ابديتد وتكونوا ريجسترد في الداوت فورم، راح تشوفوا الناس تطرح افكار، يعني بصراحة افكار جميلة جدا. راح تستفادوا يعني وتاخذوا اشياء اللي تستفيدوا منها في حياتكم العملية. وش عندي ايه في البروبرتي سيت؟ فرضا انا ك مثلا during the construction site، او فرضا في الموديلينج فيز. خلينا في الموديلينج فيز. في الموديلينج فيز الصلابة هذه على سبيل المثال، مجرد مثال فقط، خلينا نشوف البروبرتي. عندنا two types of information or two of property set. انا حاب نعرف مين اللي عمل موديلينج لهذه الصلابة، او حاب نعرف مين عمل كاستينج للكونكريت لهذه الصلابة. المعلومة هذه مش متوفرة عندي، صح ولا لا؟ يعني ما نقدرش نطلع المعلومة هذه الا اذا عمل تليفون السايت انجينير نقولوا مين كذا عملها وكذا. مش متوفر عندي المعلومه في الموديل، مش متوفر عندي المعلومه في الموديل، بس كيف ندخلها على الموديل بحيث اني تكون عندي الهيستوري بتاع الناس اللي اشتغلت بالكامل في الموقع او في المشروع، سواء في الديزاين او في الكونستراكشن. انا راح اعطيكم مثال عام وانتم قيسوا عليه، تمام؟ انا راح اعطيكم مثال عام وانتم قيسوا عليه. في شيء يسمى اد properties او properties library، تمام؟ هذه تلقاها اكيد في البزنس بريميوم، للاسف الشديد ما تلقاهاش في البيرسونال اللي هو فري، بس راح نقول لكم شو قوه البروبرتي سيت لايبراريز. فرضا انت عندك معلومات معينه حاب تطلعها من الموديل او من اليمنت معين من الموديل، تدخل شيء اسمه بروبرتي سيت اور مانج بروبرتي سيت لايبراريز. انت شغال على سبيل المثال مع سب كونسلتنتس ويعني وكونسلتنتس وسب كونتراكتورز، وين لازم تاخذ منهم معلومات اللي تحتاجها في الموديل، خصوصا من بعد في الفاسيليتي مانجمنت اند بيلدينج اوبريشن. على سبيل المثال جنرال انفو، مجرد مثال بس، ونعمل اوكي. طيب نسميها or entitled property set، خلينا نعمل general info. اوكي ونعمل add property. هذه general info، معلومات عامة عن الموديل او عن الـ او خلينا نمشي صح، يعني work progress work progress statue. هاي work progress statue عادي. This to check the work progress at construction phase مثلا، او design phase or design phase، ما يهمش يا جماعة، المهم انتم تفهموا الفكرة، تمام؟ طيب جيل هذه انت سميت البروبرتي، سميتها work in progress status. عفوا البروبرتي هنا على سبيل المثال يعطيك too many options. فرضا responsible party، يعني مين اللي سوى الشغل هذا، يعطيك الاوبشن انك تخليه text number drop down choice true false date، تخليه مثلا على سبيل المثال text، ومن بعد تضيف الشغلة الثانية اللي هو quality of the work
او ورك كواليتي. تمام، جيت تعطيه هنا شو؟ تعطيه دروب داون تشويس، تخليه جود باد فيري جود اند ميديوم. مجرد مثال بس. تضيف بروبرتي ثانية تسميها مثلا work done date، تنزل هنا وش تعطيه؟ تعطيه شو؟ تعطيه date. تمام، وجينا هنا تكتب مثلا supplier info. اوكي، وجينا هنا تعطيه website supplier، وجي الأخيرة تسميها مثلا سميها مثلا وش عندنا الاوبشن الاخير، ترو فولس ديت اي نمبر اوف ليبرز. وجينا هنا تعطاها نمبر وتقول له ذا هول لو مالتيبل انتريز، خلاص وتعمل ببلش. بمجرد ما تعمل ببلش راح تصير عندك البروبرتي هذا موجوده في المشروع اسمها جنرال انفو. نرجع ل 3D model او 3D model viewer، وحب نعرف مثلا مين السب كونتراكتر اللي اشتغل على هذا، مثلا خلصوا صبية اليوم او خلصوا صبية البارح على سبيل المثال، وحاب ندخل المعلومات هذه على السلابة، حاب نعرف مين اللي صب السلابة، مين الناس، كم العامل اشتغل، اتسترا اتسترا اتسترا. نجينا هنا نعمل add properties وتختار general info، وجينا هنا work in progress وتعمل done. طيب بمجرد ما تعمل done راح تطلع لك الورك ان بروجريس من الاسفل، اضافه الى البروبرتيز اللي موجودين باي ديفولت في الموديل. جي للقلم هذا سمول بان كذا، وتدخل ريسبونسبل بارتي اكس واي، كواليتي يعني فيري جود، دان اليوم، سبلاير تحط الويب سايت، نمبر اوف ليبرز 100 مثالها، وتعمل سيف. بمجرد ما جينا هنا وتعمل كذا تشوف المعلومات هذه طلعت عندك، يعني سبلاير انفو ضيف انت اي ويب سايت من بعد يعني معلش مشاكل، بس حبيت نراويكم كيف تعمل بروبرتي سيت، وان هذه everything in the site or everything in your project it will be traceable، يعني اي single information تحت يدك تحت القبضة تاعك يعني. وش راح نزيد نشوف يا ربي، وش راح نشوف؟ ايوه في عندنا شغله ثانيه اللي هو clash detection. اوكي، we don't have any clash sets from the model. منين طلع clash detection؟ طلعها من الديسكتوب ابلكيشن. طيب خلينا نخرج من الموديل هذا لانه ريفيت فور كوانتيتيز الام اي بي. خلينا نشوف الـ MEP ونروح نشوف شغلة اللي هي شوف هذا، شو رأيكم نشوف هذا؟ طيب هو بيحمل، اوكي هذا الـ MEP موديل اللي هو الدرينج موديل. تمام، نريد نضيف له ال structural architectural model. هذا close structural، صرعنا ال MEP مع الـ او drainage مع ال structural. وتقدر تعمل clash detection it's very basic يعني، بس حتساعدك اكيد راح تساعدك شغالين هم على الموضوع. تعمل clash detection new، تعمل clash detection ما بين two models clash clearance tolerance 25 30، ignore clashes within the same type and you can share this clash detection exercise with one of your team members. بمجرد ما تخلص تعمل اوكي يطلع لك الكلاشز بالكامل، وعلى اساسها تشتغل تشتغل على الكواليتي الموديل. You can fix a lot of problem during the design phase.
الشغلة الثانية اللي هي sequences، نفس الشيء اللي موجود في الـ for example add step، هذه نفس الشيء زي الـ 4D simulation. على سبيل المثال عندنا add step، اوكي add object، اوكي بعدين add step، وبعد ستيب ثاني هات اوبجكت، وستيب الثالث اللي هو هنا هات اوبجكت، وستيب الرابع خامس عفوا، اوكي اد ستاب، ستاب الخامس سادس عفوا، اد اوبجكت، تعمل سيف. مجرد مثال على السريع يا جماعة، مجرد مثال على السريع، مش يعني المثال هذاك اللي واو زي ما يقولوا، بس اوكي اتس نوت سيفد، يعني ليش ما سيفهاش هذا، نعودها على السريع، اسف جدا. اد ستاب اوكي ستيب 2 او ستيب 2 طيب ستيب 3 بعد ستيب 4 سيف for the other team members the other okay وين هذه عفوا عفوا ايه عفوا عفوا المشكلة في انا مش في السوفت وير. جينا هنا تعمل شوف وان، شوف مراحل بناء المشروع تقدر ترتبها انت، دخل كامل البناية ودخل كامل المشروع by steps. It's like 4D simulation بس مش يعني بقوة سينكرو أو بقوة نافيس وركس. شوف السيكونس هذا، أوكي هذا أوضح يا جماعة، لأنه الأول كان فيه شوية لخبطة زي ما شايفين. تقدر تشير السيكونس هذا مع واحد من التيم ممبرز او مع واحد من الجروب. تمام ريموف، يس ريموف ريموف، اوكي شو عندنا الثاني؟ عندنا الموديل، شفنا الكلاش ديتكشن على السريع، وش عندنا؟ عندنا سيكونس، عندنا اوف كورس عندنا 3 دي موديل اللي هو او بوينت كلاود موديل عفوا، اللي هو باي ديفولت راح يقرا لك الاي 57 زي ما شايفين. خلينا نسكر هذا اللي هو عفوا دقيقة بس، روح لي موديل سكر علينا هذا بالكامل، ودي سكر هذا. طيب بروح لكلاود موديل، نفتح هذا أو نفتح هذا، لأني حضرت كذا واحد للديمو على سبيل المثال. هذا it's point cloud، تقدر تعدل فيه في الألوان وكذا، ضيف له تنقص ليه. هذا المشكلة أنه عملناها بفارو، فارو it's not خليني نقول مش بمستوى تريمبل كونكت ليزر سكانينج مشين، حتى الكواليتي او عدد النقاط في اللي ماخوذه في كل شات، يعني على الاقل خلينا نقول في تريمبل كونكت بالملايين، في الفارو اقل بالنص، يعني اذا قلنا 10 ملايين في الشات الواحد، في الفارو اقل بكثير، ممكن 2 مليونز او 3 مليونز بوينت. بس اعطيناكم مثال فقط،
بالعكس عكس هذا اللي هو لا والله نفس الشيء، هذا أخذناه ب ليزر سكانينج ماشين. أيوه على سبيل المثال هذه سايز density، نضيف بس density شوية زي ما شايفين. ال point clouds نقص شوية في السايز تاع النقاط، ونقدر نشوف الموديل من الداخل تعمل quality control، وعلى أساس ال point cloud نفس الشيء. وكان تقدر تعمل ال to do، فرضا أنت شفت شيء شغلة مش صح في السايت على سبيل المثال، تعمل to do. You can assign the to do to one of your team or project members. عندك thickness، تعدل thickness، strength تخليها مثلا elevation، تخليها classification اللي هي dark or gray. تمام، هذا بالنسبة للpoint كلاود. الهولولاند شفنا، والأورجانيزر شفنا، وش عنا بعد يا ربي؟ شيء ثاني وش عنا وش عنا؟ طيب خلينا نشوف ال 3D موديل اللي هو 3D فيور، عفوا ندخل على هذا، ممكن نشوف شغلة ثانية. اوكي سكر بوينت كلاود. ايه عندنا شغلة مهمة جدا هنا، ايه ذكرت. طيب بالنسبة بالنسبة لجماعة خلينا نقول سبلايرز او تكنيكال داتا شيت لكل ايتم اللي تحتاجه انت في الفاسيليتي مانجمنت او البيلدينج اوبريشن. طيب في عندنا شغلة تسمى ب اسم التطبيق اللي بالنسبة للجامعات الفاسيليتي مانجمنت أو البيلدينج أوبريشن، مرات أنت تحتاج أن البروكيورمنت ديبارتمنت، لأنه إحنا وش عاملين؟ إحنا نعطيكم فقط فكرة فام هولدينج في الفولدر ستراكتور. إحنا عاملين في الشيرد فايلز على سبيل المثال، في أنا الوركينج بروجريس في الشيرد، عاملين شغلة اسمها Procurement Department. Procurement Department مقسمين ثلاثة فايلات اللي هو shared بيني وبين Procurement Department: Quotations and BOQs، يعني أي quotation يوصل له راح يحط لي إياه، وأي BOQ يكون جاهز عندي راح نحط له إياه. يعني هنتقاسم أنا وياه تو فايلز، هو يعطيني الـ quotations وأنا نعطيه الـ BOQ. عندك الـ RFIs اللي يجي من عند سب كونتراكتور، عندك سبيسيفيكيشن وداتا شيت. على سبيل المثال عندنا انواع من سبلايرز وسب سب كونتراكتورز، الاي سي ووركس، الالومنيوم ووركس، بلوك ووركس اتسترا اتسترا. مثلا سانيتوري فيكسترز، عندنا الواتر كلوزت. بالنسبه للواتر كلوزت، يعني بمجرد ما نختار السبلاير او بمجرد ما نختار البراند خلينا نقول، راح تكون عندنا تكنيكال داتا شيت موجودة في السيستم. طيب based on my specification, based on my needs of course. يعني الفكرة انه اذا حبيت على سبيل المثال ان خلينا نروح للمزرعة، اذا حبيت نربط كامل الموديل technical data sheet معين وين احنا نحتاجها انا من بعد، او يحتاجوها جماعات الفاسيليتي مانجمنت later on في البيلدينج مانتننس، الامر بسيط جدا. وش يعملوا؟ او احنا during the construction especially the construction and the modeling phase عندنا شغلة اسمها attach file. نروح لل architectural model، او نروح لل MEP model عفوا، work in progress، نروح لل MEP model، نختار ال Revit IFC. اوكي خلينا مع هذا. فرضا على سبيل المثال، ونعطيكم فقط في أمثلة يعني لا حسب الكيسز تختلف، يعني it's unlimited cases. الفكرة أنه تقدر تربط الموديل technical data sheets اللي تجيك من procurement أو من عند supplier. إحنا عنا procurement كمثال فقط، قد يكون directly supplier اللي هو أنت مشير معاه
الموديل itself. على سبيل المثال حاليا هذا الدرينج موديل اللي فيه sanitary fixtures والwater closet ما عندي ولا معلومة عليه. قادر نروح لشغلة مهمة جدا اللي هي شو add attachment، نحط other attachment type ونروح نختار من الشيرد التكنيكال داتا شيت اللي شايرها معايا السبلاير. نروح الشيرد procurement department specification and data sheet or technical data sheet sanitary fixtures water closet، ونجي راك سيراميك ونعمل add attachment. طيب من بعد جماعة الفاسيليتي مانجمنت لما يكون عندهم المودل ويفتحوه بتريمبل كونكت، لأنه احنا بحكم نفس الشركة، يعني نفس الناس اللي تعمل construction هم نفسهم يعملوا facility management and building operation، يعمل بس دبل كليك على هذا ويعمل كليك على هذا بتطلع له technical data sheet باش يشوف السبلاير من هذا، باش يقدر يوفر الأشياء اللي نقصته يعني. راح تفتح يعني you can view in connect view in new window or يعني بس نسكر هذا، حيتفتح لك التكنيكال داتا شيت الخاص بالووتر كلوزت او الدبليو سي عفوا. الفكرة انه تقدر تجيب تكنيكال داتا شيت البي في سي بايب درينج بايب الريديوسر اي شيء عنده علاقة بالمبنى during the modeling phase حتى ال construction. فرضا انت في الموديلينج حطيت زي ما شايفين انا عارف حاليا شو البراند اللي خاص بالووتر كلوزت او ال WC تمام، يطلع لك المعلومات الخاصة به الدايمنشنز وكذا اللي تحتاجها انت من بعد كرفرنس. تقدر تدخل حتى معلومات السبلاير اذا عملت كليك تمام وتجي الانفو، تقدر تدخل معلومات السبلاير من البروبرتي سيت، قدر رقم تليفونه الويب سايت هل هو لوكال هل عنده موزع مثلا محلي او كذا، وتصير عندك كامل المعلومات موجوده في الموديل اللي تقدر زي ما قلنا تستعملها بعد during the building operation. الفكره انه انت كمنظومه او كCDE لازم تكون حريص على تتبع المعلومات من الديزاين خلال الكونستراكشن فيز الى الهاندينج اوفر. المعلومات هذه اذا ما كانتش عندك منظومة او استراتيجية واضحة ومعينة مستحيل تتحكم في هذه المعلومات وراح تضيع منك. يعني اذا انا فرضا في الكونستراكشن فيز او في الديزاين فيز عامل حسابي اني نركب مثلا روكا دبليو سي البراند روكا، في لحظة ما الناس ركبت في السايت راك سيراميك وأنا مش عارف مثلا، والموديل تعدل وراح ووصل ما بين يدين الناس اللي هم مفروض يعملوا المانجمنت أو بيلدينج أوبريشن، راح يصير هنا ميس أوف كوميونيكيشن وين هتأثر سلبا على حتى كوست المشروع، يعني على حتى كوست المشروع. لانه يعني مثلا انا عامل حسابي على راك سيراميك تطلع لي مثلا روكا، او عامل حسابي على روكا تطلع لي راك سيراميك. حتى الابروبريت او خلينا نقول الكونتاكت نمبر اللي مفروض نتواصل معاها مشان يمشي لي البيلدينج اوبريشن فيز اذا وصلنا مرحله المينتنس خلينا نقول، ما نقدرش نوصل له لانه المعلومه اصلا مش موجوده عندي تمام، معليش حتى الداتا اللي نقدر نتبع بها الميسينج بارتس اللي موجوده في البنايه تمام. اعطيتكم مثال فقط عن طريق او اعطيتكم مثال فقط الحساب او عن طريق البروكيورمنت ديبارتمنت اذا حبينا ندخل تكنيكال داتا شيت او حتى السبلايرز تمام. زي ما شايفين هنا مثلا بالنسبه للبروبرتي سات، خلينا نجرب البروبرتي سات على الدرينج موديل. قلنا باي كلاس، احسن شيء نفضل اللي هو باي كلاس لانه يرتب لك باي عفوا اي اف سي. تحب
بتشوف مثلا الاي اف سي الفلو تيرمينال تعطيه لون، تقدر تعمل له select in the model and isolate، وتشوف كامل الـ IFC flow terminal اللي عندك. يعني تقدر هذم على سبيل المثال السينك والـ WC والـ wash والـ shower، الشاور خلينا نقول ميكسر، تقدر تجيبهم من مكان واحد من سبلاير واحد، يعني تقدر كامل هذم يتشاركوا في نفس المعلومة. مثلا ممكن flow segment select in 3D isolate layer وتعطيها لون معين colorize، اللي هي كامل drainage pipes الأمور هذه reducers شبه ذلك، تعطيها color معين، تقدر تروح حتى الهادي not colorize this one select elements select in 3D okay select in 3D وتعمل isolate، هي بس تبين معك يعني. اوكي دقيقة بس يجمع الموديل، select in group تعمل isolate زي ما شايفين هذم على سبيل المثال هذا colorize select in 3D colorize عفوا تعمل isolate. مرات يا جماعة بيشتغل الكمش، تجون هنا وتنظفوا clear data اوكي صراحة مش عارف ليش مش عامل يعني ايزوليت حنق او اوكي ممتاز هذه select in 3D يلا اعمل ايزوليت صراحة مش عارف ليش مش راضي، ممكن نعود نسكر من الاول وجديد ونعود نفتح على حسب يعني، خلينا نعود نفتحه بس المرة الاخيرة ونسكر المحاضرة اذا في عندكم اسئلة وكذا. بالنسبة للبروبرتي سات تقدر تحضرها من الأول، تكون محضر حالك أنت بالنسبة للبروبرتي سات اللي حابب تشوفها في السايت أو during the design phase. في سؤال مرات يعني الموديل تصير فيه مشاكل، يعني هذه من بين السلبيات أنه مرات يعمل لك بلوك يهنق معاك، تصير انت تعمل ديليت الكاش فايلز والامور هذه لسبب غير معين يعني. اوكي خلينا نجي لهنا ونشوف classification by or by IFC
شيء غير عادي بصراحة. It's colorized group select in 3D. Anyway, على كل حال أنتم في الـ isolate group وكذا تقدر you can set this group as organizer أو كامل الليست. فرضا إذا حبيت تصدر الليست هذه ك export as CSV Excel or you can exported as نعم في مشكلة في البلاتفورم أو you can print it directly. تقدر تعمل customization للproperty set وتفتحها في الإكسل. زي ما شايفين كامل المعلومات أو كامل الـ elements اللي موجودة في البناية تقدر تصدرها كـ IFC. اوكي سواء من name, material and so on. بس هذه نظن ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اتمنى انكم استفدتوا واتمنى اني ما اكون استقلت عليكم يعني. انا اتمنى مستقبلا ان شاء الله نتكلم باسهاب عن الاول بلان بيم بلس كاكاما داتا انفايرمنت، مع انه تريمبل كونكت اوسع واحسن منه بكثير خصوصا في موضوع دوكيمنت مانجمنت سيستم، في موضوع ال 3D Viewer by default كلهم نفس الشيء، ما عندك حتى يعني difference يعني تشوفوا ولا difference كبير يعني، ممكن small features هذا زايد على هذا بشوي. الشغلة الثانية انه بالنسبة لل بيم all plan بيم plus تقدر تصدر منه BCF زي ما تقدر تصدر من هنا BCF نفس الشيء تمام. تقدر تعمل خلينا نقول تقدر تعمل مثلا خلينا نقول assignment للتاسك. you can create issues تمام create issues يطلع لك board ال issue نفس الشيء اللي موجود في Trimble Connect نفس الشيء. وكذلك إن شاء الله إذا كانت عندنا الفرصة نتكلم مع البيم كولاب and بيم كولاب زوم. وسي دي بصراحة مهما طال يعني مهما تكلمنا انه مش راح نوفي حق سي دي، لانه السي دي تختلف من شركة لشركة وتختلف من بوليسي لبوليسي وتختلف من امبليمنتيشن لامبليمنتيشن ومن استراتيجي لاستراتيجي، بس هي كمبدأ او كنقطة انطلاق هو نفس الشيء يعني، ما عندك حتى اختلاف يعني. اذا حاب يكون عندك سي دي ناجح لازم يكون عندك clear path، لازم يكون عندك IDM واضح، لازم تعرف مع مين تشير المعلومة المعلومة الصح مع ال right person، ولازم تتأكد أن المعلومة توصل to the right person في the right time. ودائما راح تكون عندك أخطاء ودائما تكون عندك مشاكل أكيد. وإحنا إذا أخطأنا مش نخطأ لأنه إحنا متعمدين أنه نخطأ، إحنا نخطأ لأنه راح تكون عندنا unexpected events اللي هي راح تكون سبب رئيسي مباشر للخطأ هذا، واحنا نخطأ مشان نتعلم. إذا ما أخطأنا مش راح نتعلم أكيد. نتمنى إن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا، ونتمنى إن شاء الله إن تكون هذه مش آخر مرة، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم قريبا. واللي عنده أي سؤال يتفضل أنا جاهز. وشكرا جزيلا مهندس عمر سليم على الفرصة الطيبة هذه، وكان لي شرف كبير جدا 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 إني شيرت المعلومات البسيطة جدا هذه معكم. آسف جدا من صوتي لأني شوية تعبان اليوم، ممكن لاحظت الشيء هذا، بس الحمد لله. يعطيكم الصحة والعافية، وإذا في أي أسئلة أنا جاهز. حياكم الله. شكرا الله يحييكم ويجزاكم الله كل خير. ولو في أحد عنده أسئلة المايكات مفتوحة كلها، لو أي حد عنده أسئلة.